السيدة الرئيسة، السيد الوزير، فعلا السيد الوزير نحن نشيد بكل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ونحن كأغلبية نتحمل مسؤوليتنا في هذا المجال. وهذه الإصلاحات بدأت تعطي نتائجها بحكم ما تقدمت به السيد الوزير بتحسين ديال تنفيذ ميزانية الاستثمار، لكن ما يعرف بمعدل فعالية الاستثمار العمومي اللي هو مقياس ديال الوحدة الضرورية من معدل الاستثمار اللازمة من أجل الحصول على نقطة من الناتج الداخلي الخام. هذا المعدل مازال في المغرب ضعيف بعض الشيء مقارنة ليس مع بلدان الجوار ولكن مع البلدان المتقدمة، بحيث أن في الدول المتقدمة هذا المعدل بين 3 أو 4 نقاط، وفي المغرب بين 5 و6. وهذا المعدل اللي هو جد مهم، هذا المشكل كيرجع لعدة أسباب من بينها ضعف الرأسمال البشري، وكذلك المردود تكثيف الاستثمار العمومي ديال المردود على المستوى المتوسط، وكذلك بعض النتائج اللي جات بها الحكومة وعلى حسب الدراسة اللي قامت بها الحكومة مشكورة حول أسباب حول شو سميته دراسة حول معيقات نمو. يعني هذه الدراسة اللي كانت جد مهمة وعطت نتائج جد مهمة، فاحنا كنطلبوا منكم سيد الوزير انكم تسرعوا.